صدق البعض أن الدولة جادة من خلال قانون لا مركزية معالجة النفايات والشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة هذه المشكلة. أنشئ معمل نموذجي في وادي غصطة بالتعاون بين البلدية وشركة إنديفكو. بدأ العمل فيه قبل أشهر على أساس أن نصف بلديات كسروان الفتوح ستتعامل معه، إلا أن المشكلة أن وزارتي الداخلية والمالية رفضتا وقف اقتطاع أموال البلديات المتعاملة مع المعمل. والحجة هي أنه شركة سوكلين بعد إلى مصاري علينا ديون لإلها، مع العلم أنه شركة سوكلين كانت تاخد 165 دولار على الطن مطمور، يعني في ربح وافر كتير مرتين ثلاثة. يعني هالديون اللي هي عم بيحكوا فيها هالديون غير محقة. نحن عم ناخد 60 دولار على الطن معالج وجينا تهنئة من الاتحاد الأوروبي. 5 بلديات تعاملت مع هذا المعمل النموذجي وعشر أخرى وعدت قبل أن تعتذر تباعا، خشية أن تدفع مرتين لمعالجة النفايات، مرة للدولة ومرة للمعمل، علما أن الدولة تتحدث عن ديون ستدفع خلال 4 سنوات لها. المعمل سيقفل إذن بعد يومين بعدما وقع في خسارة، وأكثر من 30 شخصا يعملون فيه فضلا عن سائقي شاحنات سيصبحون عاطلين عن العمل. حاولنا نقدم مشروع نون تنحرر البلديات تقدروا يتحركوا. طب كيف بدنا من بعد ما عملنا قانون اللامركزية في النفايات، قانون رقم 80 يلي تصوت عليه بمجلس النواب الجديد؟ طب كيف بدنا نطبقه إذا ما بنعمل لامركزية بالنفايات؟ طب هذا لامركزية معمول ضروري نسرق عليه مئات الملايين دولارات ليقبلوا فيه؟ ما بتقبلوا ببلاش؟ ما بتقبلوا بلا سرقة؟ هل هذا هو النموذج الذي سنقدمه إلى المجتمع الدولي حول طريقة إدارة ملف النفايات؟ زبالة، مش كل مرة بيخلونا لآخر يوم وبمددوا الكونتراي اللي عم فيه عم يسرقوا كل البلديات. أنا بدي أدعي حركة عصيان مدني في كسروان. إذا بتتسكر غصطة كل الناس على الطرقات. أنا عم قلك هذا الموضوع ما نحن نستسلم بقى. نحن شعب فينا دم. مرة أخرى قرارات بل قوانين مرتجلة للدولة لا متابعة لها. وحده الفساد حتى الآن أقوى من القانون في بعض القطاعات، فإلى متى؟